السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كي حابين نوريكم برك باللي عندنا هاي ليك تفاولة. هذه البيئة هذه اللي حطينا فيها هذه كان شفيتولها، درنا فيديو قبل وحطينا فيه الكرتون. شوف كيفاه ولا الكرتون، شوف كيفاه ولا، شوف شوف النوعية تاع الفيرمي تاع الكرتون. هذا كرتون يعني النوعية تاع الفيرمي يكون ديروا لها التحليل تكون رديئة لأنه فيها غير كربون، ما فيهاش مخلفات، ما فيهاش، فيها شويه مخلفات بصح ماهيش بالجوده، باسكو حنا حبينا نديرو الانتاج تاع الدوده. هاوليك الدوده هنايا، شوف الله يبارك كيفاش هاي ليك، هذه كامل تتفرز ان شاء الله نفرزوها باسكو خلاص هنايا راهي الله يبارك. هاي ليك هاو الدود من هنا، نشوف منها شو المخلفات. هنا مبقاش هاديك، شوف البطاطا بقات غير القشرة هاي لي خليها هنايا، شوف الله يبارك. هاو هنا الدود، هاو هنايا، هاو لي هادي برك. حبيت نوريلكم دود الفيرمي كومبوست كيفاه يحول بيئة الكرتون كلية يرجعها. هاوليك هذا كل كرتون كرتون. دوك نعاود ندير لكم برك الفيديو السابق نوريه لكم مع الفيديو هذا الجديد، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.